نشوف الناس في لي كومونتير مقلقه على الضمان. لا لا، الضمان ماشي اوبليجي، تقدر تعوضه بكونت بونكار اذا عندك شهاده عمل. و بس كان طلع لي نفهم الناس حكاية الضامن وحب أطلع. والله لما نهار بديتي لاحظتك خويا حمزة، خويا سفيان ما تكونش. سلام خويا سفيان، قلت لك واش باغي تشرح لي الموضوع ديال الضامن؟ يا بيس، كان من الجزائر. صافي، دير حنا في الجزائر من بكري عندنا الضامن. مرحبا. اوكي، استناني دقيقة برك اذا ممكن. مرحبا سير. السلام عليكم اخويا سفيان. مرحبا اخويا. والله لا باس، الحمد لله. راه الكونيكسيو ضعيفة شوية عندك. مليح. خويا راه ماشي انا عندي كونيكسيو مزيانة هنايا. ايه هضر هضر كنسمعوك. لا حتى انا، عندي في الرايزن من داك تكون ضعيفة شوية. ماشي مشكل، غير هضر احنا كنسمعوك. اوكي. جماعة، حكاية الضامن، من بالك في الجزائر كان عنده بزاف. انا واحد من الناس تجوزت بالضامن. اوكي، تجوزت المقابلة ديالي بالضامن. الضامن راه ماشي اوبليجي 100%، اذا ما عندكش الضامن ما غاديش تدير فيزا. اها، اوكي. الضامن تقدر تعوضو، تقدر اسمح لي، واش قلتي ان الضامن خاصو ضروري يكون؟ يا اوكي. لا، ماشي ضروري، تقدر تعوضه بالكونت بونكار. وشحال بالدولار خاص يكون عندك في البنكة؟ بو، انا عندي صاحبي دار 5000 دولار، شي 5000، 100 مليون جزائري، صافي دير شي 5000 دولار هكا. اوكي. والناس اللي حبت تدير الضامن، راه الضامن لازم يكونوا فيه شروط. اوكي، حالش مثلا، مثلا اذا كان هو سينجل وانت راك سينجل، مثلا انت هذا الانسان اللي حاب يسبونسوريك، اذا هو سينجل لازم، وانت بعد سينجل لازم يكون عنده شي يسلك في العام 22887، شي حاجه كيما هكا في العام. يعني اللي كان خدام، ايوه لازم يكون خدام ويسلك لي تاكس بيان سور. وبالنسبه واش عندك شي معلومات على هاد الناس اللي كيدوزوا في المغرب، واش كيسولوا مع الضامن ولا ما كيسولوش؟ والله الضامن، انا كنت عارف باللي في المغرب باللي الضامن ماشي اوبليجي بكري، غير العام هذا يمكن، لكن اكيد اذا رجعوا اوبليجي راح يسقسيك على الضامن. اذا درت الضامن حيسقسيك على الضامن، اذا ما درتش الضامن يلزم لك دير مستضيف هوست. اوكي، اذا درت هوست تقدر دير في الكونت بونكار تاعك، لانه كي ما ديرش ضامن لازم تعمر كونت بونكار تاعك، حيسقسيك منين جبت الدراهم هذوك اللي درتهم في لابونك. فهمت كيفاه؟ وي فهمتك، وهذا هو اللي كان شحال هادي. يعني دابا المشكل ديال الضامن ان الناس ما بقاش كتثيق، يعني ما بقاش بنادم كيبغي يعطيك دوك الاوراق فيه المعلومات الشخصيه ديالو والمعلومات البنكة. يا بيان سور، مي ماشي اوبليجي. يعني نقول لك واحد، مثلا واحد عنده اتيستاسيون دو ترافاي ولا شهاده عمل، يقدر ما يديرش ضامن، راك فاهم؟ لانه ديجا هذا الانسان وقادر على رشقه، يقدر على روحه، صافي يدير ما يكونش عارع على المجتمع الامريكي. فهمت كيفاه؟ هو الضامن، هو الضامن اصلا علاش داروا، الضامن به الناس كي تجي هنا الامريكان، اذا ما عوش على روحه ولا ما يخلص لي تاكس ولا يكلموا هذاك الضامن. فهمتني كيفاه؟ وي فهمتك. وي، يعني الضامن ماشي اوبليجي. الناس راني يعني نشوف الناس في الاخر، راني يعني نشوف الناس في لي كومونتير مقلقه على الضامن. لا لا، الضامن ماشي اوبليجي، تقدر تعوضه بكونت بونكار اذا عندك شهاده عمل او حاجه زوينه كما تقولوا انتوما. صافي دير، اذا عندك شهاده عمل تقدر ما ديرش ضامن، دير شي 5000 6000 دولار في الكونت، راه صافي، ماشي شرط يعني. اما واحد صغير في اللاج وما عندوش شهاده عمل وما عندوش 5000 دولار، هذاك الانسان راه لازم له ضامن. اذا ما دارش ضامن، يوم المقابله يسقسيه ويقول له فار اكزومبل، يقول له نهار المقابله يسقسيه، اذا يقول له اذا عندك ضامن، يقول له لا، كي يكمل المقابله نتاعو يمد له 15، يقول له دير الضامن وارواح. فهمتني؟ يعني يمد له ديلي، يعني يمد له
يدير له اجراء اداري ياك تعرف. وي فهمت هذاك هو المشكل الاجراء الاداري يعني هذاك الناس بزاف. راه الاجراء الاداري يعني ماشي يمد لك 15 يوم ولا كل اجراء اداري وكيفاه مي بونسور نورمالمون من سمانه حتى ل 15 يوم تبان لي صافي دير الديلي نتاعو. وي فهمتك. شكرا بزاف خويا الغزال من الجزائر، شكرا بزاف على المعلومات ديالك ونتمنى ان شاء الله لا رامي من هذا كاع تهناو تبارك الله عليك والله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله اخويا ان شاء الله الله يحفظك. تبارك الله عليك الغزال ان شاء الله اخويا. ان شاء الله اخويا سفيان بارك الله فيك.